نتكلم الحقيقة عندنا كذا موضوع. هنتكلم عن مجلس الوزراء اللي بيتابع دايما الجهود المبذولة من اللجنة الطبية العليا والاستغاثات للمجلس. الحقيقة أنه بتتم الاستجابة لحالات كتيرة جدا صحية أستاذة فريدة، حوالي 489 حالة، وده بيتم رصده عبر الصحف والمواقع الإلكترونية. الحقيقة أن الحكومة بتهتم كثيرا برصد هذه المواقع الإلكترونية والصحف علشان تشوف المشاكل الصحية عند المواطنين إيه وتحاول تحلها. رأيك إيه في الحكاية دي؟ رأيي أن الدولة دلوقتي مهتمة بكل ما يخص المواطن المصري وكل ما يتعلق بحياته. الصحة ركن مهم جدا، والرئيس أولاها اهتمام شديد من أول لحظة. يعني لاحظ ان هو مثلا اهتم باللي عندهم احتياجات خاصه، اهتم باللي عندهم امراض وراثيه، اهتم بالطفل اللي عنده مشكله سمع او بصر، مشكله في البصر. يعني في كل حاجه خاصه بان المواطن المصري يبقى بصحه ويبقى لائق صحيا علشان يقدر يؤدي واجبه ويبقى يقدر حتى يمارس حياته بكرامة. يعني لأنه أنت عارف يعني، فكل ده يعني حاجة مهمة جدا. بس من أهم سمات هذه الحقبة بعد ثورة 30 يونيو العظيمة هي المتابعة، لأنه ما فيش حاجة اسمها إصدار قانون أو تعليمات ونام واعتمد على التاني. ما هو ده بقى ما احنا شفنا ان احنا في الفترة اللي فاتت اللي كان فيها ما فيش متابعة إن بقى فيه فساد. فالنهاردة رغم الإرث الثقيل وال يعني المتعب، أنت بتضحك بس هو كده والله. لا 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 خلاص، أنا موافق مع حضرتك تماما. إنما فعلا المتابعة هي دي اللي هتصلح مصر. لأن أي واحد دلوقتي هيبقى عارف كل المبادرات الحقيقة بيتم متابعتها. ده احنا عندنا مبادرات كتيرة جدا صحية رئاسية مختلفة جداً. يا أستاذة فريدة جدا، واحنا عندنا 100 مليون صحه طبعا، وعندنا المستشفيات اللي بتتبني، وعندنا الاهتمام بصحه المراه لو جالها سرطان ثدي او لو جالها، يعني في كل حاجه خاصه بالصحه، لان الصحه ركن اساسي في الانسان. يعني لو انا مش قادره اتحرك، او لو مش قادره، او مش قادره اسطب طولي، او مش طب هعمل ايه؟ مش هقدر اشتغل، مش هقدر انتج، وكمان هبقى عبء على القريبين مني. فاحنا بنشوف انه في توجه دلوقتي من الدوله بان احنا كلنا يبقى عندنا طاقه نساهم بيها في ان بلدنا تبقى فعلا قد الدنيا. والحقيقه كمان ان المتابعه شكلها تقدم يا استاذه فريده، يعني خدت اشكال يمكن حديثه خاصه بالعصر طبعا. لما الدولة تتابع المواقع الإلكترونية طبعا، وتشوف مين اللي بيعاني، مين اللي محتاج خدمة صحية، ده جديد جديد. وبعدين كمان الجديد إنه ما فيش حد يقدر يخبي حاجة. يعني لو حد مثلا يقول لا والله كله تمام، بتطلع بقى وسائل التواصل الاجتماعي بتكشف كل الأمور. وأي حد النهاردة، أنا ساعات كتير بلاقي من وقت للتاني مثلا استغاثة للرئيس أو استغاثة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء. يعني ما حدش يقدر دلوقتي يخبي زي زمان. ده عنصر، ده الايجابي في وسائل التواصل الاجتماعي. ايوه، يعني وفي طبعا جوانب سلبيه كتير جدا، لكن مالناش دعوه بيها، مالناش دعوه، ناخد الجوانب الايجابيه. الجوانب الايجابيه، الجوانب الايجابيه ان صوت المواطن بيصل الى اعلى راس في الدوله. صحيح صحيح. طيب نقطة تانية برضو نكلم حضرتك فيها، طبعا احنا عارفين انه مدينة شرم الشيخ هتستضيف الدورة 27 لمؤتمر المناخ في نهاية نوفمبر المقبل. الحقيقة انه رئيس الوزراء تفقد عدد من المنشآت في شرم الشيخ، احنا عارفين طبعا انها تصبح مدينة خضراء. يعني بيئية تمام طبعا قبل المؤتمر، هي هتناقش البيئة بالضبط، واهم مؤتمر في العالم. نعم. يتعلق بالمناخ. ازاي شايفة استضافة مصر لهذا المؤتمر؟ يعني هيحقق لنا ايه وجوده في ارضنا؟ لا هيحقق لنا كتير. اول حاجة بيحقق لنا الاعتراف الدولي بمكانتنا وبقدرتنا على إقامة مؤتمر كبير، ويعني زي ما تقول استضافة أي كم بيحضر. يعني الحاجة الثانية إن في منشآت
للمستقبل. يعني هي النهاردة مثلا المطار الأخضر ده اللي ما فيهش أي حاجة تعدي على البيئة ولا ملوثات ولا حاجة، وكل اللي بيحصل والفنادق يعني كل الحاجات والطرق اللي مؤدية إلى مدينة شرم الشيخ دي بقى في المستقبل بعد كده، بعد إن شاء الله المؤتمر ده ما يعقد وسيعقد بنجاح بإذن الله، إنما بعد كده كمان دي هتبقى زي قيمة أساسية موجودة زي ما تبني عمارة وبعدين تسكن بقى بالزبط. فكل ده هيستخدم من السياح بعد كده. والسياحة بالنسبة لنا أنا في رأيي يعني من غير شوفينية والله العظيم، إنما إحنا المفروض نبقى أول دولة في العالم في السياحة. إحنا عندنا حاجات مش موجودة في العالم، وعندنا جو مش موجود في العالم، وعندنا شواطئ ربنا يعني أنعم علينا. مصر موقعها الجغرافي والإقليمي والثقافي والسياحي ملوش مثيل. يعني مين في الدنيا عنده أهرام؟ مين في الدنيا عنده يعني تماثيل فرعونية زي بتاعتنا بقالها 5000 سنة؟ يعني كل ده يعني يدعونا مقومات كبيرة، مقومات كبيرة وممكن تبقى بتشكل جزء كبير جدا 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 من الدخل ممكن. بس طبعا لازم نبقى برضو المتابعة، يعني ما يبقاش كل ده موجود وبعدين خلاص يعني يلا بقى ننام وسيب، يعني أو مثلا يبقى في إهمال أو يبقى زي ما بنشوف. وزي ما شفنا إحنا على فكرة الإهمال ده ما كانش موجود، ده بدأ يبقى موجود من السبعينات، والنهاردة كل حاجة يقول لك لا معلش ما هو ربنا يستر. ربنا يستر لما يبقى عندك عقل. يعني مش يعني ربنا يستر وانت ترمي حاجات كده والحاجات الجميلة اللي بتحصل تلوثها. لا، السياحة دي مصدر رزق لناس كتير ومصدر دخل للبلد. يعني تشكل جزء كبير من ميزانيتنا. فلازم نهتم بيها ونمنع أي حد يتعدى على الرؤية السياحية.